دكتور، شنو ابرز اسباب تلكؤ العمل بهذه المشاريع وشلون تعاملت مع هذه الحكومه حتى بالتالي تخلصنا وتجاوزنا موضوع التلكؤ والتوقف في المشاريع؟ السبب الرئيس يعني اللي اوقف هذه العدد من المشاريع هو قرار 347 لسنه 2015. هذا مثل ما ذكرت حضرتك قبل قليل، هذا القرار حقيقه اثر كثيرا على المشاريع ووقفت الكثير من المشاريع اللي كانت بها نسب انجاز معينه، والمشروع من يتوقف يصير بحالة اندثار بالنتيجة تضاعف الكلفة. احنا اذا نتحدث عن كلفة هذه المشاريع المتوقفة والمتلكئة يعني التزاماتها التعاقدية تصل الى حوالي 26 تريليون دينار انفق في عام 2023 في اطار المعالجات لهذه المشاريع، حوالي 3 تريليونات و600 مليار و670 مليار دينار، منها 3 على مشاريع الوزارات 3 تريليونات و600 وكسر مليار على مشاريع تنمية الأقاليم. وبالنتيجة احنا نتحدث عن مشاريع مهمة يعني تهم حياة الناس وتقدم خدمة. هذا المشروع من يستأنف به العمل أولا انت راح توفر فرصة خدمية للناس، على اعتبار احنا قلنا هي مشاريع مستشفيات ومدارس وصرف صحي وما، واثنين أيضا تحرك عجلة التنمية من خلال خلق فرص عمل، فلذلك أعطيت أولوية. والأمر الثالث أنه هي أنفقت عليها أموال يعني في وقت مراحل تنفيذها، وبعضها واصل إلى مراحل ربما 70-80% نسبة إنجاز فيها وتوقفت. هذه القضية بهذا الشكل.